سجلت مملكة البحرين ارتفاعا في عدد الحالات اليومية لفيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 667 حالة قائمة جديدة منها 190 حالة لعمالة وافدة و380 حالة لمخالطين لحالة قائمة إضافة إلى 97 حالة قادمة من الخارج في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة فيما أعلنت الوزارة تعافي 179 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 4269 حالة